السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. بصوا، دي المبيعات ودي مبيعات اخرى. دولت كانوا صفين، انا عايز اجمعهم، فمجموعهم يعني اقول لك على حركة كده بسيطة جدا هتبسطك قوي. فكنت عشان تجمع عمودين زي ده لازم تعمل عمود جديد هنا وتعمل ده بيساوي ده زائد ده اهو، وانا يعني انا جمعهم لك هنا اهو، تمام. بس اقول لك بقى على الحركة الاجمل بقى بكتير قوي، هي ايه؟ بتروح واخد ده كده كوبي، العمود ده كده كله كوبي، وتروح دايس كليك يمين كوبي، تمام. وتيجي هنا تعلم على دولت كده، وتروح دايس كليك يمين بيست سبيشال، بيست سبيشال، هيجي لك المنظر ده كده. هتقول له اد، دوس اد. اول ما تدوس اوكي ايه اللي هيحصل؟ جمع لك اهو، حتى الجمع اهو اهو، جمع لك ده على ده اهو. تعالى كده نخلي دي كده ثابته كده عشان كنا مجموعهم، كنت انا عامل معادله اهي، هنعملها من الاول اهو. نعمل دي كده كوبي، ونروح معلمين هنا تاني، ونروح دايسين كليك يمين بيست سبيشال اهي، ونروح دايسين على كلمه اد اد اهي، او الجمع ده او ده مجموع. وكمان ممكن بقى تعمل حاجه جديده بقى، ده انت ممكن مش مجموع بس، ده انت ممكن كمان تعمل كده بيست سبيشال ومالتي بلاي وديفايد سبستراكت، يعني انت تطرحهم، ده طرح، ده اضافه، ده جمع، ده ديفايد، ده قسمه، مالتي بلاي ده ضرب. الموضوع جامد جدا، ومش محتاج انك تقعد كل شويه تجمع، تدوس تعمل معادله وتجمع ده زائد ده. شكرا جدا ليكم، ولو انت لسه مش مشترك على القناه على اليوتيوب اتمنى تشترك، ولو انت على التيك توك اتمنى تعمل لايك وتعمل فولو. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.